بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، في مثل هذه المناسبات يعجز البيان ويعي اللسان وترتجف الكلمات وتكثر من الخطيب الهفوات، فلا يسعني إذن إلا أن أرحب بضيوفنا الكرام. أهلا بكم أفاضلا، وجودكم معنا أهلا بكل زائر. لب لنا نداء، وقديما قالت العرب الترحيب عند كرام الناس كرم، وأخص منهم معالي الوزير الأسبق الدكتور شكيب خليل، فكانوا لجيلنا قدوة ومنارة. مرحبا في ولاية خنجلة. السيد والي الولاية، السادة إطارات الولاية، أسرة الإعلام، ممثلي المجتمع المدني، السادة الحضور، باسمكم جميعا أعيد الترحيب بالدكتور شكيب خليل الذي أبى أن يكون ضيفنا على ولايتنا العزيزة، فمرحبا بكم. وخير ما نستهل به محاضرتنا هذه النموذج الاقتصادي للخروج من التبعية للمحروقات، هي آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا داود بن زيدان، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما الرحمن المستعان على ما
تصفون. صدق الله العظيم.